معاك على مستوى افريقيا وغرب المؤسسات التعليميه في شرق وغرب ووسط وجنوب افريقيا، وهذا هو المستهدف من هذا المقال. قبل هذا حديثي انقل لجمهوركم الكريم خالص التحيه والتقدير من السيد الاستاذ الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي كان حريصا على الحضور ومشاركتكم في هذا الحدث الهام. نوما ارتباطات عمل مثقفه تضاد موعده، كما انقل لكم خالص تهنئه سيادتكم بمناسبه افتتاح هذا المقر. الساده الحضور الكرام، هي بعد انتهاء هذا المقال او تدشين هذا المقال متزامنا مع بعض الاحداث والمتغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه التي تمر بها قارتنا والعالم. مضى على كاهل المؤسسات التعليميه ان تتعاون وتشترك في تحقيق اهداف التنميه على مستوى المجتمعات والدول والقاره الافريقيه. وايضا يتواجد هذا مع رئاسه فصل الاتحاد الافريقي وتنفيذ الدوله للتكليف الذي اطلقه السيد رئيس الجمهوريه للاهتمام بعام 2019 اعتباره عاما للتعليم. وفي هذا النظام نتحرك على كافه المستويات والاصعده. فبعد اقل من شهر من قيام هذا الجمع الكريم تنطلق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ما بين الحاضر والمستقبل الذي تنظمه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ويحظى برعايه وتشريف السيد رئيس الجمهوريه. ويناقش من خلال فعاليات هذا المؤتمر كافه التعاون والشراكه بين مؤسسات التعليم على مستوى العالم وعلى راسها الدول الافريقيه. هي عشان نقدر نشتغل من خلال التعاون وتنفيذ اجنده افريقيا 2063 افريقيا التي نريدها مسؤوليه كبيره على مؤسسات التعليم على مستوى القاره علشان تتعاون فيما بينها وتصل الى مستقبل افضل لشباب القاره الافريقيه. الاساتذه والعلماء كل الشكر للازهر الشريف وخطيب الامام الاكبر، وكل الشكر لاسر الجامعه الازهر وعلى راسها الدكتور محمد المعتصمي رئيس الجامعه العريقه واسر الاتحاد الجامعات الافريقيه